السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله راكم صفا، ان شاء الله راكم لاح، ان شاء الله دوم الصحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفوا موضوع المواضيع اللي مهمة كذلك في ليكزام فينال ومهمة كذلك في البراتيك بالنسبة للبيدياتري وبالنسبة للنيونات والله على العموم بيريكولتير. اليوم راح نشوفو ميزون بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي بي ال اس. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم بارطاج القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. الآن في هذا الموضوع بوزيسيون ماهيش مختصرة على لونفون جينيرال، نقولو بوزيسيون بي ال اس. إذا طاحت لك في ليكزام فينال ورقة مكتوب فيها بي ال اس راح تكون موضوع سهل، ماهوش حاجة صعبة. إذا شافك المبرجيري تعرف واش معناتها بي ال اس بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي راح تحكي له عليها شوية، راح تقول له ديفينيسيون، يركز لك على لوبجيكتيف، وفي التكنيك راح يقول لك اعطيني الحوايج اللي ركزوا عليهم في التكنيك اللي راح نشوفوهم الان في هذا الدرس. بي ال اس ديفينيسيون جيست دو برومي سوكور بيرميتون دو بروتيجي لي فواس ريسبيراتوار سوبيريور دو بيرسون انكونسيون ولا يكون بليسي. جيست دو برومي سوكور معناتها وحده من لي جيست لي تعود في حاله ايرجونس مثلا، والله الاول جيست اللي راح ديرها بالنسبه للانسان اذا كان فاقد الوعي نتاعو. لوبجيكتيف الهدف نتاع البي ال اس مانتينير لا ليبرتي دي فوا ايرين سوبيريور. اثنين ايفيتي لانالاسيون دو فوميسمون ولا دو سينيمون امبيشون لا شوت دو لا لانغ اون اريير اي بيرميتون ليكولمون دو ليكيد على الاكستيريور دو لا بوش. معناتها الهدف نتاعها راح تخلي لي فوا سوبيريور ليبري، معناتها تقدر تنفس، تقدر دير لو موفمون تاعك لانسبيراسيون ليكسبيراسيون. ايفيتي لانالاسيون دو فوميسمون سينيمون راح تمنع به المريض هذا يعاود يرجع الفوميسمون تاعو حاجاك من القيء نتاعو يعاود يسرط، ولا السينيمو اذا كان كاين سينيمو نزيف ولا دم ولا يعاود يرجع لي فوا لي فوا ايريان نتاعو. امبيشون لا شوت دو لا لونغ اون اريير راح تمنع رجوع لا لونغ لليسان تاع المريض هذا سوا لونفون سوا لادولت للوراء، وكذلك بيرميتون لي كورمو دو ليكيد على الاكستيريو دو لا بوش، وراح تضمن كذلك اخراج لاي لي كورمو ولا صلات ولا اي سيلان راح يرجع ولا راح يخرج للخارج الفم. هذا بالنسبة لوبجيكتيف. حاولوا باختصار نشوفوا واش كاين في هذا الدرس، حاولوا كذلك تلخصوه تكتبوه في ملخص كما كتبنا المواضيع اللي فاتت. لانديكاسيون ولا البيت نقدر نقولوا كذلك البيت افكتي سور توت بيرسون ايون بير دو كونسيونس كيل كون سوا لا كوز ماليز اكسيدون شوت مي كونتيني ا ريسبير. لانديكاسيون الحالات تاع اي مرض، هنايا راني درت لكم اون جينيرال نقدر نقولوا لونفون فيكتي لونفون اللي يفقد الوعي نتاعو حسب اذا كان عنده سبب مثلا فشل ولا اكسيدون ولا طيحه ولا مع كونتيني ريسبير مع يكمل الريسبيراسيون، معناتها انسان هذا راه يتنفس راك تشوف فيه يتنفس. كونتراديكاسيون ما عنده حتى كونتراديكاسيون. تكنيك نقراوها كيف كيف، حاولوا تلخصوا كذلك راح نشوفوها في لي فوتو وتبقاو شايفين عليها. لي جيست سامبل ماهيش حاجه كبيره. الحاجه الاولى سيرفو ا كوتي دو لونفون راح تكون قريب من لونفون. سيزي الكويس كيف فو فاس اي لا جو دو لونفون سو لو سول رولي لونفون سو لو كوتي فير فو كوم سي فو لو رولي اون باز دو بونت. راح تشكل قاعدة منحدر ولا شكل قاعدة انحدار. تيري لا جون فير سون فيساج بور بلي لو جونو، ميتي لو جونو سو لو سول ا اونغل دروات افان دو ستابيليزي لونفون. انكليني سا تيت فير لاريير افان دو مانتينير لي فوا ايريان اوفرت. راح نشوفو كيف لي فوتو. كل واحد يحاول يختصر البوزيسيون في المخيلة نتاعو، حاول يشفع على هذو لي فوتو. واكيد بوزيسيون سامبل ماهيش حاجه كبيره،
وإلى كان شاف كومون برجيري فاهم واش معناتها البوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي وحكيت له عليها شويه ماهوش راح يطول معاك واكيد راح يعطيك نقطه كامله. وصلنا نهاية الموضوع، وصلنا نهاية الدرس. اي جديد راح يكون في القناة باراميديكال ديزا توب، اي جديد راح يكون مع بروف انكوني. تهلاو لي في رواحكم، سلام.